نذكر ذلك السبب الكبير الذي ما زال نقيم رحمه الله تعالى يذكره ويكتبه، النظر إلى نعمة الله، قوتك، صحتك، مالك، عافيتك، جوارحك، في كل يومك وليلتك تجد أن نعم الله تبارك وتعالى تتصبصب عليك، تصلك من كل أنحاء الكون، وأنت ما زلت تسير في نعم الله تبارك وتعالى. إن العبد إذا نظر إلى نعم الله انكسر قلبه لربه تبارك وتعالى لكثرة نعمة الله وقلة شكره لربه تبارك وبحمده.